وأنا الأفضل تحياتي. إذن هذه تكملة للإجابات السابقة، وأبدأ مباشرة مع السؤال اللي طرحه أخونا نور الدين. السؤال الرابع، أستاذي محمد العربي، قلتم بأنكم مقتنعون بفكر التغيير وتعملون من أجله، وأنا أشاطركم الرأي في التغيير والعمل من أجله، وأقاسمكم الكثير من الأفكار والتصورات. لقد جاء في مداخلة السيد مراد هنا بلقاء جنيف، وهو الذي استضفناه في حوار سابق على صفحات منتدى بلا حدود، من أنه في حركة رشاد ترفضون فكرة التغيير عن طريق الانقلاب، وفي نفس الوقت ترفضون التغيير في الإطار الذي تحدده السلطة. معنى ذلك أنكم لستم مقتنعين بفكرة الحزب ولا الانتخابات أو البرلمان. بقيت فكرة الإضراب السلمي هي الواردة حسب توقعي من تغييركم، لأنكم أعلنتم بأن التغيير لابد أن يكون سلميا، ومن خلال دعوتكم النقابة التي حضرت اللقاء. الكل يعرف والكل مؤمن بأن التغيير سيحدث من الداخل لا محالة، في حين أن مؤطر حركة رشاد أغلبهم بالخارج إن لم أقل كلهم. وقد جزمتم بأنكم لا تراهنون على التدخل الأجنبي، ألا ترون بأنكم تسبحون في وحل من الأوهام؟ أنسيتم الإضراب السلمي الذي قامت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ في أوج قوتها، وتحول الإضراب فيما بعد اختراقه إلى حمامات من الدماء؟ سؤال طويل ويحمل مجموعة أيضا من التعليقات والتساؤلات داخل حد ذاته. أنا فضلت ودائما أفضل لما أتحدث في اليوتيوب، وحتى خير اليوتيوب في الغالب ما عدا لما تكون لنا الردود كتابية، دائما أنا لا أحضر إجاباتي، أنا أقرأ الأسئلة 5 دقائق أو قبل أن أبدأ في الردود، لأني أريد دائما أن أظهر بكل طبيعتي وبكل ما في، ولا أخفي شيء ولا أحاول أن أغطي على شيء، أقول لكم ما أعتقد من أعماق قلبي وكيف أرى الأشياء، ولذلك أتكلم وبكل كما ترون بكل بساطة. بعض الإجابات أخي نور الدين موجودة في مجموعة فيديوهات كنت درتها قبل 2 أو 3 سميتها الانتفاضة القادمة ثورة أم فوضى، وفيها إجابات كثيرة خاصة على طرق التغيير وما هو الطرق الأفضل إلى آخره. ونحن نعتقد بأن الطريق الأفضل هو التغيير اللاعنفي، وهو فرق بينه وبين السلمي. وربما في الأسابيع القادمة قد يقوم أحدنا من المؤسسين لحركة رشاد بالحديث على هذا الموضوع بكل تفاصيله. موضوع هذا طويل وعميق، ولذلك الفرق ما هو بين اللاعنفي وما بين السلمي وإلى آخره، وما هي الخطوات وما هي الثورة الشعبية، لأن هناك أيضا من طرحوا أسئلة في هذا الاتجاه، وكيف تكون، وأيضا لماذا لا نحبذ الانقلاب أو لا نحبذ التدخل الخارجي أو لا نحبذ الإصلاح اللي يتكلم عليه النظام كذبا، أو لا نحبذ وصول الجماعات المسلحة إلى آخره. كل هذا راح نقدموه في المستقبل القريب، وإضافة لما كنت سبق وأن قدمته أنا أو أخونا مراد خاصة، إضافة إلى بعض المواضيع اللي طرحت أيضا مع بعض الكتاب سابقا. لكن نقطتين هنا أقول بسرعة على إجابة على هذا السؤال، لأني أردت أيضا أن ننهي هذه الإجابات في خلال 10 دقائق حتى لا نطيل أكثر. كل مؤطر حركة رشاد أو أغلبهم بالخارج، لا أقول كلهم، لا، هذا في الحقيقة ليس صحيح. هناك أعضاء حركة كين، هناك أعضاء لحركة رشاد موجودين بالداخل، لكن لأسباب أمنية ولسلامتهم الشخصية على الوقت على الأقل في الوقت الراهن لن نذكرهم بالأسماء، وسيعرفون في الوقت المناسب، ضف إلى ذلك أؤكد لك شيء، نحن متواجدين في الخارج بأجسادنا، كل شيء ما عدا أجسادنا موجود في الداخل، لكن في الوقت المناسب، وأؤكد لك ذلك والناس تسمع، في الوقت المناسب ستجدوننا في الداخل، وسنكون مع إخواننا ومع شعبنا ومع مواطنينا ومع أبائنا ومع أبنائنا ومع أخواتنا ومع أمهاتنا، نكون معهم ونكون معهم إن شاء الله في الصفوف الأولى في المواجهة. ولكن لأسباب إعلامية ولأسباب تعبوية ولأسباب كثيرة متواجدين في الخارج، ونقول لك نحن ممنوعون الدخول، يعني أنا لا أريد التفاصيل في هذا، لكن هناك يعني مقربين مني أرادوا الدخول الجزائر رفضوا، لم يعطى لهم لا جواز ولا أي شيء آخر، لم يعطى لهم شيء فقط لأن لهم علاقة بي وهم جزائريين. السؤال الخامس، إذا نحن لا نسبح في الأوهام أخي نور الدين، بالعكس نحن لدينا
خطة، لدينا رؤية، لدينا وجهة نظر، كلها ستعرف في الوقت المناسب. نحن في إطار بناء الحركة الآن، وفي إطار البحث على الأنصار، وفي إطار البحث على المقتنعين بالأفكار، وفي إطار البحث حتى اللي ما ينضموش للحركة من ناحية العضوية. يعني مش شرط أن الناس تنضم إلى حركة رشاد عضويا، وإنما تستطيع أن نتفاعل مع بعض ونتعاون حتى وإن اختلفنا في الأفكار. ولذلك هي مفتوحة لكافة التوجهات ولكافة، بشرطين رئيسيين. إذا شئنا شرط التغيير اللاعنفي، وشرط التغيير الراديكالي والجوهري لهذا النظام الذي أجرم في حق الجزائر والجزائري. ولذلك مرحبا بكم جميعا، وأهلا بكم جميعا لمن أراد أن يتعاون بأي طريقة يراه. نحن قلوبنا وعقولنا وأيدينا ممدودة للجميع. السؤال الخامس: من هي الشخصيات التي دعوتموها إلى لقاء جنيف ورفضت المجيء؟ الذين لم يأتوا نقدر نصنفهم إلى ثلاث أصناف. هناك صنف حاول قدر الإمكان أن يأتي، ولكن لظروف قاهرة، خاصة ظروف الأوراق، بمعنى أنه كان اللي ما كانش عنده جواز، أو كان اللي ما كانش عنده إمكانية أنه يقدر يجدد الجواز في الوقت المناسب إلى آخره، لم يستطيعوا أن يأتوا، واعتذروا وكانوا معنا، وهناك من اتصل حتى احنا موجودين هناك وبعث رسائل إلى آخره. وهناك من دعوناهم ولكن تعارضت الدعوة مع التزامات سابقة، ونحن على يقين من أن ما قالوه كانوا صادقين فيه، لأنهم كانت دعوة جاتهم قبل شهر أو شهر ونص أو حتى قبل أسبوعين في بعض المرات. وهناك من دعوناهم ولكن لم يجيبوا، لا بالرفض وبالقبول. بعض منهم كان أبدى رغبة في الحضور، ولكن فيما بعد لم يجيب لا رفضا ولا قبولا، وبالتالي لا ندري حقيقة الموقف. لكن نحن دائما نفترض في الناس الخير، ونفترض في الناس الشيء الجميل، يعني ما نقولوش أنه كان عندهم موقف معارضة وكذا. وهناك داخل هذا الصنف أيضا بعد اللقاء من راسلنا وقال أنه يتمنى أن يكون معنا في الموعد القادم، ونحن نرحب بالجميع أيضا هنا في إطار التغيير الجذري للنظام، من يؤمن بهذه الفكرة من شخصيات المعارضة، سواء كان ملتويين داخل أطر تنظيمية معينة أو مستقلين أو غير ذلك، فليكن ومرحبا بكم جميعا. السؤال السادس: هل حركة رشاد تستطيع إزعاج النظام إلى حد إسقاطه؟ هذا هدف حركة رشاد. حركة رشاد أنشئت من أجل هذا الهدف، وهو تغيير طبيعة هذا النظام، تغيير سياساته، سلوكاته، شخصياته، أفكاره، استراتيجيته، لأن قناعتنا الراسخة، ودائما نكرر ذلك، أنه خطر كبير جدا على الجزائر وعلى الجزائريين، على الجزائر كتاريخ، على الجزائر كمجتمع، على الجزائر كشعب، على الجزائر كدولة، على الجزائر كمؤسسات، على الجزائر كجيش، على الجزائر كجغرافيا. خطر حقيقي هذا النظام بكل مقاييس، عميق الخطر، كارثي لو بقى هذا النظام. وقد ثبت أنه تسبب في مقتل عشرات الآلاف، ولا أحد يحاجج في ذلك، حتى النظام يعترف بأنه قتل من الجزائريين أزيد من 200,000. إذن حركة رشاد هدفها الرئيسي هو تغيير هذا النظام واستبداله بنظام عادل، بنظام راشد، بنظام حر، بنظام جزائري، بنظام يخدم الشعب، وبنظام يكون في خدمة الشعب، نظام سياسي يكون في خدمة الشعب، وليس الشعب في خدمة هؤلاء الذين أجرموا في حقه. وستفعل حركة رشاد كل ما تستطيع من أجل تحقيق هذا الهدف دون تهاون ودون تردد بإذن الله، وسيتحقق، أنا على يقين من ذلك. سؤال السابع والأخير: هل من بين خيارات حركة رشاد مساندة بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ وما موقفكم من هذه الانتخابات؟ والسلام عليكم إلى حين. شكرا لك. نحن نعتقد أن هذه الانتخابات القادمة هي كالعادة مهازل، مسخرة، يعني مسخير، مضيعة وقت، مضيعة فلوس، مضيعة وقت إلى آخره. فلا نعتقد بأننا نحن بالعكس نعتبرها أيضا مضيعة بكافة المقاييس، ونعتبر أن من يشارك فيها هو يدخل في إطار حسابات النظام، والنظام يلعب به، راح يكون أرنب.
ديليابر كما يسموهم في السبور وكما يسموهم في الرياضه، يعني هذوك اللي يجروا قبل اللي يجروا، قبل اللي كاين الناس يجروا مرات ويديروا معاهم ناس قبلهم يحاولوهم على الجري، يحاولوا يسموهم الارانب. فهؤلاء سيكونون ارانب، وهؤلاء اللي ابدوا وهم وكثيرين منهم كانوا دائما ارانب، يعني انتم تعرفون بالاسماء، هؤلاء مشاركين في هذا النظام بطريقه او باخرى، ومن يدخل في هذا الاطار هو مشارك. إذن ولذلك نحن نعتبر كل مشاريع النظام هي مشاريع إجرامية في حق الجزائر، عليها أن تتوقف، وأعتقد أن الذين يشاركون في هذا يتحملون مسؤولية أمام التاريخ وأمام الشعب وأمام الله من كان يؤمن بهم بالله واليوم الآخر. السلام عليكم جميعاً.